السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، نقدم لكم اليوم فيراري 2018 السيارة الأسرع في العالم. هي من السيارات الأقوى في العالم من حيث السرعة وقوة محركها، وتستخدم كسيارات سباق وتعرض سنويا في معارض عالمية. المميزات: تتميز بقوة الطاقة الكهربائية، وتحتوي على أحدث الصيغ من نظام التحكم في الثبات من فيراري، بالإضافة إلى نظام التوجيه الخلفي ذو العجلات الخلفية الذي يحول المحور الخلفي لتحسين سرعة المناورة والقدرة على المناورة بسرعة منخفضة، وبها مجموعة كاملة من الديناميكية الهوائية النشطة لتحقيق التوازن بين الكفاءة والأداء وللتحكم في الجر والثبات، ونظام التوجيه الخلفي للعجلة الذي يجعلها أكثر هدوءاً وثباتاً، وبها نظام التوجيه الإلكتروني في الأمام لتحريك العجلات في اتجاهات الطرق السريعة والتحكم بها، وتتحول في الاتجاهات المعاكسة لسرعة منخفضة، وتعمل بنظام دفع خلفي للعجلات من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومتر في الساعة. التصميم الخارجي: تأتي الواجهة الأمامية من السيارة بشبك عريض الحجم بتصميم مغزلي أسود اللون، وهو ما يعطي الطابع الرياضي للسيارة، ذلك بالإضافة إلى بعض الزوائد الرياضية في أسفل المصد الأمامي، والمصابيح الأمامية تأتي بتصميم مخروطي حاد مسحوب إلى طرفي السيارة بتقنيات LED، وبجانبها يوجد فتحات تهوية صغيرة الحجم على غطاء المحرك، وعلى جانبي السيارة بها إطارات رياضية بمقاس 20 بوصة وفتحات التهوية كبيرة الحجم مع وجود عتبات بتصميم رياضي أنيق، والسقف مائل بشكل أنيق مسحوب إلى الجهات الخلفية من السيارة. فالتصميم الخارجي للسيارة يساعدها على تحسين تسارع السيارة، ومن الجهات الخلفية يوجد جناح خلفي رياضي متوسط الحجم والصبات الخلفية بتصميم دائري، بينما في أسفل المصد يوجد بعض اللمسات الرياضية الأنيقة ومخارج عدم الوقود بتصميم دائري كبير الحجم. التصميم الداخلي: تحتوي على مجموعة من الأزرار منها زر تشغيل المحرك، وأيضا شاشة حجمها 5 بوصة متوسطة الحجم لرؤية الكاميرا واستخدام التطبيقات ولقياس السرعة بجانب عدادات السرعة، وتأتي المقاعد بشكل رياضي بغطاء جلدي فاخر. المحرك: السيارة تأتي بمحرك سعة 6.5 لتر بعدد 12 سلندر ليعطي قوة 789 حصان عند عدد لفات 8500 لفة في الدقيقة، وعزم الدوران 530 رطل قدم عند عدد لفات 7000 لفة في الدقيقة، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 2.9 ثانية، وسرعة القصوى تبلغ 340 كيلومتر في الساعة. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.